إيمبولي، كالياري، الدوري الإيطالي، السيري أي، وين انتهت مباراة بهدف لهدف، سألنا كيفاش تعديل نتيجة كالياري ست دقائق قبل نهاية المباراة في الدقيقة 84، ليناردو اللي خادع الجميع، خادع الدفاع تاع إيمبولي، سألنا كيفاش وين أندريا الذي سجل الهدف الأول لصالح إيمبولي في الدقيقة 48 في هذه الجولة 25، يعني وين انتهى الشوط الأول بهدف لصفر لصالح إيمبولي. جانا ليناردو من جانب كارييري يعني وين عدل النتيجة في الدقيقة 84، يعني كانت مباراة كانت سيئة، وسألنا كيفاش التشكيلة تاع إيمبولي اللي دخل بخطة يعني 3-5-2، سألنا كيفاش التشكيلة تاع كارييري اللي دخل بخطة 3-1-4-2، والمدرب والتير يعني وين أدريانازيو من جانب المدرب تاع إيمبولي اللي دخل بهذه التشكيلة، شأن كيفاش جوليمو في الحراسة، شأن فابيو ماتيا بيتر سيموني ناديم، شأن كيفاش سيمون كريستيان فيليبو أندريا باتريك، لكن بدون جدوى، وين نقولوا باللي الشوط الثاني نقولوا كان في صالحهم لكن بدون جدوى بدون أهداف، شأن كيفاش وين كارياري يعني ليسيو في الحراسة اللي لعب دور كبير في هذه المباراة، آدم شنا إدواردو شنا تشار شنا هاريك يعني راول شنا ماتيو مارين شنا ألبرتو يعني جاو بيدرو، يعني ونقولوا بلي الكارييري اللي عرف كيفاش يعني يضغط وعرف كيفاش من الكرات المرتدة عرف كيفاش يسجل الهدف القاتل في الدقيقة، الهدف التعادل في الدقيقة 84، يعني وين يعني تعادل وين خطف نقطة من ملعب إيمبولي، هذه هي اللي كانت مباراة في صالحهم الجولة 25، إيمبولي هدف، كارياري هدف، الدوري الإيطالي السيري أي.